مرحبا، أهلا وسهلا فيكم أعزائي زوار موقع مرمر مع الحلقة الثانية من برنامج هدية في العيد من محل صافي غانم تشيرز. صافي غانم مقدم للمشتركين وللفائزين واللي بفوتوا على القرعة هدية اللي هي عبارة عن قسيمة شراء بقيمة 500 شيكل من المحل. كل مشترك بحل اللغز بيدخل على القرعة وبيحصل إن شاء الله واسمه بيطلع في القرعة على قسيمة شراء بقيمة 500 شيكل. لغز اليوم هو بيشبه لغز الحلقة الأولى، 9 نقاط وصلنا فيهن في الحلقة الأولى. في الحلقة هاي احنا بدنا نقسم ال9 نقاط. الحل انه احنا نرسم مربعين بين النقاط وكل نقطة تطلع لحالها بعيدة او في حاجز خط يقسم بينها وبين النقطة الثانية. الحل هو هذا المربع الأول، وهذا المربع الثاني. هيك حل اللغز، بنفصل بين النقاط، كل نقطة مفصولة عن النقطة الثانية. ومع المشترك الأول أعزائي زوار موقع مرمر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. نتعرف عليك نزار. أهلا وسهلا فيك نزار، كل عام وانت بخير. وانت بخير. إحنا موجودين في محل صافي غانم تشيرز. صافي غانم مقدم لك إذا حليت اللغز إنك تدخل على قرعة على قسيمة شراء بقيمة 500 شيكل. اللغز هو إنك أنت ترسم مربعين، عندك هنا 9 نقاط، ترسم مربعين. المربعين بقسم كل نقطة لحال، بطلع كل نقطة لحال في حاجز بين النقاط. ماشي، هذا القلم ومعك وقت اللي هو دقيقة ونص لازم تحل اللغز. ماشي، من إسا معك دقيقة ونص. مربعين بينفع أطلع من هاي؟ لا، بينفع تطلع، بينفع تعدي، بينفع تسوي اللي بدك إياه. ارسم مربعين. بين النقاط، مش على النقاط، بين النقاط. احنا معنا وقت، مجبور بين النقاط كله يطلع في المربعات. مجبور ترسم مربعين واللي تقسم النقاط. هذا اول مربع، هذا المربع الثاني. بس عندك انت هون هذول 3 نقاط مع بعض، هذول 3 نقاط مع بعض. يعني ما عرفتش تحل اللغز. الساعة عندك اخرى محاولة، بعد معك وقت. قد ايه بعد معك وقت؟ بعد معك دقيقة. فكر شوي شوي، ركز. مربعين بترسمهم بين النقاط، كل نقطة بتطلع لحالها. نزار جرب، بعد معك وقت، نص دقيقة. بداي خطأ. احنا بنقول لك شكرا على مشاركتك لنا البرنامج، وكل عام بخير. اخرى مرة بنشكر صافي غانم اللي مستضيفنا في محله. كل عام بخير. كل عام بخير. اهلا وسهلا. متابعين معكم أعزائي زوار موقع مرمر مع المشترك الثاني في برنامج هدية في العيد. أهلا وسهلا ركن هنيو. أهلا وسهلا فيك ركن هنيو، معك دقيقة ونص تحل اللغز من إسا. بس زيح هيك عشان الكاميرا تصورك. أنا عم بقول لك ارسم مربعين، تسوي اللي بدك إياه. طيب تعال نجرب طريقتي. هذا اول مربع، هاي طلعنا اللي على الزوايا. ايوه،
الطولة إلى الخط العاق. هيك سويت أنت مربعين، مبروك عليك، اسمك دخل القرعة. وزقفوا له لركن هنا. زقف يا شباب، تحية للكاميرا وتحية لصافي عشان عسراوي ذكي. يلا ركن، انت اسمك دخل القرعة وان شاء الله اسمك بيطلع في الربحة وبتربح قسيمة شراء 500 شيكل مقدم من صافي غانم محل تشيرز. كل عام بخير. شكرا لك وبحية طار مرمر على الفعاليات اللي تشهر المغاء. شكرا لك. ومع المشترك الآخر في هذا البرنامج لهذه الحلقة مع ورد هزيمة. أهلا وسهلا فيك، كل عام بخير في برنامج هدية في العيد. اليوم الهدية مقدمة من تشيرز صافي غانم اللي هو قسيمة شراء بقيمة 500 شيكل. هذا اللغز وبطلب منك أنك تحله في الوقت المحدد اللي هو دقيقة ونص من إسا. فكر ورد، معك نص دقيقة تفكر، نص دقيقة تفكر ودقيقة تحل، أو دقيقة تفكر ونص دقيقة تحل. مربعين صح؟ مربعين. هذا أول مربع. قد ايه بعد في وقت؟ خلص هذول برا. قد ايه بعد مع وقت؟ دقيقة. وهذا المربع الثاني. وهيك ورد هزيمة، حل اللغز ومنقول لك مبروك واسمك دخل القرعة اللي هي على قيمة على قسيمة شراء بقيمة 500 شيكل مقدمة من صافي غانم. معكم أعزائي زوار موقع مرمر ومع مشترك آخر في البرنامج هدية في العيد. أهلا وسهلا فيك. أهلا رونين عزام. أهلا وسهلا فيك نور عزام. أنت رونين عزام. أهلا وسهلا. كسمتك نور. يلا رونين، معك هنا اللغز، معك دقيقة ونص تحله ترسم مربعين وتفصل بين النقاط. معك دقيقة ونص. دقيقة ونص مش أكثر. طيب تقدر تمحى، ترسم وتمحى في دقيقة ونص. ماشي. واحد اثنين ثلاثة. ركز ركز رونين. هذا خط، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا مربع. قد ايه بعد مع وقت لرونين؟ هذيك النقطة الأولى. دقيقة لرونين. الوقت عم بمرق رونين، الوقت عم بمرق. واحد اثنين. شو هاي؟ شو هاي؟ هاي سيبوب دول. ها؟ هاي سيبوب. كيف هاي طلع هذول مع بعضهم؟ كيف بدها تضبط؟ هاي هاي نكمل يا شباب. اه. طب هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة مع بعض. قد ايه بعد وقت مع رونين؟ نص دقيقة. رونين الوقت عم بينفد. نسيب وقتها وتي. طب هاي خسر وقت واحد لحاله. لازم. كيف ضبطتش هيك؟ اه؟ طيب رونين، احنا ما عرفناش مع بعض نحله، بس شو بتحب، شو بتحب تقول بهاي المناسبة للي عمالين يشاهدوك إسا في موقع مرمر؟ كل عام وهني بخير لكل البلد وتضرب الأخير من شان هالأشياء الفعالية تعملنا للبلد. شكرا لك وكل عام بخير ونتمنى لك إن شاء الله تظلك هيك في الصحة التامة. إيه هادي إبراهيم. أهلا وسهلا فيك هادي، كل عام بخير وانت بألف خير. أنا في محل صافي غانم تشيرز بقدم لك جائزة بقيمة 500 شيكل قسيمة شراء إذا بتعرف تحل اللغز واسمك بيدخل على القرعة. هذا اللغز قدامك وهذا القلم ومعك دقيقة ونص من إسا تحل اللغز. يعني قلت
ترسم لي كل نقطة لحال. بدك ترسم مربعين وتطلع كل نقطة لحال. انا عارف. هذا اول مربع. لا هذا مش مربع. لا. هذا مربع. هيك بدك انت نخور. انا بدي ترسم مربعين. هذا اخر مربع. خلاص. هذا واحد وهذا اثنين. طلع كم نقطة ظلوا مع بعض. كيف؟ طلعت هنا سيارة واحد سايق شوفير. لا جرب بعد معك وقت. بس انا ما انت مش فاهم شو بدك مني. عم بقول لك ارسم مربعين بين التسع نقاط. الخط ما مشيش نفو. مربع هو خط دغري. مربعين دغريات مربعين. هاي عندك نقطة هون. حط لي نقطة هون. ايوة. بونا قيد شو اسمه. كيف كان لازم يكون عارف مش فاهم. ممنوع. لا هذا مش مربع. المربع حتى انا اقول لك كيف. طب يعني جرب قدامي واغلط فيه. حتى انا اقول لك مربع. مربع هيك مربع. هذا اسمه مربع. طيب. اوكي. وهذا يعني بفلت الخط. مربع. هذول مربعين صح؟ بس هذول غلط. هذا حل خطا. يلا. هيك بيطلع ثلاث مربع. منو اساعده؟ استنى شوي. بينفع تشارك. بينفع تشارك بس لحالك. يلا تنشوف. يلا. بزيح هيك بزيح هيك بزيح هيك بزيح هيك. هذا مربع وهذا مربع. انت عملت حبور او انك عملت وصلت بين النقاط. انا بدي تعمل مربعات. مربعين اللي تزيح اللي تقسم النقاط من بيناتهم. هيك معناته بدك مربع مربع واحد في النص. طيب انا بس بقول لهادي انه الوقت مضي. بنقول لك كل عام بخير وحظ اوفر وان شاء الله بنلاقيك في مسابقه ثانيه وبتحلو وبتروح معنا اذا بتحب تحكي. اعمل لك مسابقه اهون شوي. كل عام بخير. مع مشترك جديد اعزائي زوار موقع مرمر. متعرف عليك جولان خليل. جولان خليل اهلا وسهلا فيك جولان. احنا مع اللغز اليوم اللي نفصل بين النقاط في مربعين. معك دقيقة ونص. هذا القلم من إسا دقيقة ونص. خطأ. معك وقت. أنت تستعجليش. معك دقيقة ونص لأنك تحل اللغز. جولان انت بقدر اقول لك انك على الطريق الصحيح بس فكر اكثر. شغل تفكيرك. ممكن تصل الحال بعد معك قد ايه وقت. دقيقة. 60 ثانية وعم بينزلوا. وصلنا ل 50 ثانية والوقت عم بمر وانت عم بتفكر. خلص فكر يا زلمه. اصبر اصبر يا اجا. رسمت مربعين بس اذا بتفكر اكثر بترسمهم احسن بتطلع حالي للغز. قد ايه وعد وقت لجولان؟ 20 ثانية. معك 20 ثانية بعد. اقل من 20 ثانية. غلط. غلط. طيب جولان. جولان الوقت مضى مر. احنا بنقول لك شكرا على مشاركتك لنا وكل عام بخير. واذا بتحب تحكي كلمه. كل عام بخير لكل الشعب والامه العربيه. كل عام بخير. شكرا لك. مرحبا. أهلين يالا. تعرف عليك عامر خطيش. أهلا وسهلا فيك عامر في برنامج هدية في العيد. اليوم في تشيرز صافي غانم بقدم لك إذا حليت اللغز إنك تدخل على قرعة على قسيمة شراء بقيمة 500 شيكل. اللغز قدامك. معك وقت دقيقة ونص. من إسا بلش حل اللغز. لازم ترسم مربعين. ماشي. هذا اول مربع.
بس زيح شوي. شو سويت؟ احنا قلنا مربعين تفصل بين النقاط. انت هون رسمت مربعين، طلع وين الخط، خط المربعات على النقاط. احنا قلنا تفصل على بالنقاط. طيب سوي اللي بدك اياه. هاي المحاي امحى، فكر شوي شوي، معك وقت. قد بعد معي وقت؟ دقيقه بعد معك وقت، تتسرعش شوي شوي، خذ وقتك. طيب هاي النقطة وهاي النقطة مع بعض، هاي النقطة وهاي النقطة وهاي النقطة مع بعض، هاي طيب برا، هاي برا وهاي برا، معناته الحل خطأ. حل خطأ هو اني لازم يكونوا مثلا في قلب شو اسمه. انا قلت لك ارسم مربعين وكل نقطة تكون لحال. قد ايه بعد مع وقت؟ 20 دقيقة، 20 ثانية. معك 20 ثانية تحل. لازم يكونوا كل النقاط داخل بشو اسمه، لازم يكونوا مقسمات. طيب ماشي. أنا حكيت يعني إشي كثير كثير واضح. ترسم لي مربعين. طيب. طب بعد معاك قد إيه؟ الوقت عم بيمضى، ونقول لك احنا شكرا على مشاركتك البرنامج. حظ الاوفر ان شاء الله من دقيق في مسابقه ثانيه وبتربح، وكل عام انتم بخير. وانتم بخير، شكرا لك. امل ابو جنب، اهلا وسهلا فيك اخ امل. اللغز قدامك، معك دقيقه ونص تحله، وبنقول لك ابدا. بدك ترسم مربعين بس انت عمال توصل النقاط مع بعض. احنا قلنا بدنا نرسم مربعين اللي يصير حاجز بين كل نقطة ونقطة من المربعين. ماشي. ماشي. هيك شيء. هذا هو المربع الثاني وهذا المربع الاول، وبنقول لك مبروك واسمك دخل القرعه على 500 شيكل مقدم بقسيمة شراء مقدمه من صافي غانم صاحب محل تشيرز، وبنقول لك كل عام وانتم بخير. بخير. كل عام. تحب تحكي كلمه هيك للمشاهدين؟ كل عام وانتم بخير وتعشتوا من هون كده. كل عام وانتم بخير، شكرا لك. أول إشي نتعرف عليك. تمير خير. أهلا وسهلا فيك وكل عام أنت بخير. أنت بخير. تمير خير، كل عام أنت بخير. حلوة. يلا هذا القلم ومعك دقيقة ونص من إسا. أنت بتعرف شو بدك تعملون؟ شو؟ تبعد المربعات عن بعض. بدك ترسم مربعين. اللي تبعد النقاط عن بعض. سيدي. زيح لغاد شوي، خلي الكاميرا تشوف شو عم تعمل. عم صور. تمير، هذا اول مربع. زيح لغاد شوي بس تمير عشان نشوف الكاميرا تشوف شو عم تعمل. هذا المربع الثاني. بس انت سويت مربعين صح؟ بس عندنا احنا قلنا المربع لازم يفصل بين النقاط. شايف انه شو مع هذولا مع بعض هون؟ هاي مثلا هاي بتقدر تصل لهون وهاي لهون، يعني هون فراغ. كيف؟ اكبر المربع. تو سوي هاي، بنمحاه. معك نص دقيقة تمير. هيك انا اكبر وضع. وقف غاد وارسم. هيك يعني قصدك؟ ارسم. هيك؟ طيب هاي وهاي ضلوا مع بعض وهاي ضلت مع بعض. طيب شو مشكلة بكبر اخرى هاي وخلص. ايه فيش مشكلة سوي. قد ايه بعد مع وقت تمير؟ قد ايه بعد مع وقت تمير؟ واحد اثنين ثلاثة، زي هيك. واحد اثنين ثلاثة مع بعض. ما انحلتش.
وكيد حلها ولا طيب هيك احنا بنقول لتمير يعطيك الف عافيه. شو بكون حلها وانا لا يعطيك الف عافيه وان شاء الله في مسابقه ثانيه بتشترك وبتربح وبنقول لك كل عام بخير ان شاء الله وانت بخير وكون معايا دي للجميع ان شاء الله ان شاء الله كل عام بخير. متابعين معكم أعزائي زوار موقع مرمر والتقينا هنا مع شلوم هلان مئتا عمري قدم كل אנחנו נמצאים בצ'ירז של ספי غانم לקראת חג הקורבן אז אומרים לכולם חג שמח חג שמח לכל תושבי מרר גם לכם אתה תשתתף פה ביחידה הסברתי לך מה היחידה יש לך דקה וחצי לפתור את היחידה מעכשיו שני מרובעים לצייר, להפריד בין כל הנקודות. זה מרובע אחד. סביב אני מוטייס ככה? תעשה מה שאתה רוצה. סביב? כל מה שאתה רוצה, תעשה. הנה, שתיים, שלוש. זה מרובע, לא ממש מרובע. מה, ריבוע, מה? אם אני אשר אותו, זה יהיה ריבוע, הנה. איוע. זה ריבוע, אוקיי. בסדר? אבל בכל זאת זה טעות. למה טעות? נגיד לך. אמרתי, תפריד בין כל הנקודות, כל נקודה בנפרד, נכון? להפריד בין כל הנקודות שכל נקודה תהיה לבד מה זאת אומרת? מה זה להיות זה לבד? שכל נקודה תהיה, בוא נגיד, כמו הנקודה הזאת כאילו יש פה קו הפרדה בינה לבין כל הנקודות וזאת שיהיה לה קו הפרדה בין כל הנקודות וזאת וזאת קו הפרדה לא, אבל איפה? יש בה קו הפרדה? אבל שני מרובעים זאת לבד, יש פה קו הפרדה וזה קו הפרדה מה עם הזמן? הזמן עבר, לא הצלחת, אז נגיד לך, תודה רבה לך שהשתתת בתוכנית, ושיהיה לך מכולנו חג שמח. נעלה על זה. תודה רבה, חג שמח. תודה. מה קורה זה, איזוואר מוקע מרמר, ולתקן הונה, שלום לך. שלום וברכה, מדבר נדב. נדב, מאיפה נדב? ממושב תפחות. קרוב אלינו. אוקיי, יש לך פה חידה, אתה צריך לפתור תוך דקה וחצי מרגע זה. שני ריבועים, כן. זה אחד. עשית בינתיים רק אחד. בוא נראה אם תצליח. טעות. טעות? בטח. אני צריך להכניס גם... אחד, שניים, שלוש, ארבע, ביחד. אפשר למחוק? תמחק, בטח. כמה זמן יש לו? דקה. מה הצחיחה? עכשיו בתפחות כולם צריכים לראות אותך, באתר מרמר. בטח. יופי, זה אחד. נו, קדימה, הזמן רץ. כן, שנייה. הזמן עובר. הזמן עובר. הזמן טס. ביטון. ביטון? צרור. צרור. הזמן עובר. הלאה, לא, לא. הזמן עובר. אנחנו יכולים להגיד שיש לך בדיוק עוד... זהו? לא, יש לך עוד 20 שניות. נו, תחשוב! רגע, אתה מלחיץ אותי! קדימה, קדימה! קדימה, יורים עליך, נו! יש לך עוד 10 שניות הארכת זמן, זה אחד. וואלה, הם צוחקים עליי שם, מה אני אעשה? טוב, הזמן עבר, נגיד לך תודה שהשתתפת איתנו. תודה רבה לכם, שיהיה חג שמח. ותעוד גם חג שמח לכולם. وهيك بنكون وصلنا اعزائي المشاهدين لنهايه الحلقه الثانيه من برنامج هديه في العيد من محل تشيرز صاحبه صافي غانم اللي اشتركوا في المسابقه وربحوا وحلوا اللغز هن ثلاثه ورايحين اسا نقوم ونسحب القرعه اللي هن ركن هنو والثاني المشترك الثاني اللي حل اللغز اللي هو امل ابو جنب
الثالث ورد هزيمي لإلهن. بنتمنى الكل إنهن يربحوا، مع إنه بس واحد رايح يربح، واللي اشتركوا ما حلفونش الحظ إنه يحلوا اللغز. بنتأمل إنهن يشاركوا في حلقات ثانية ويحلوا اللغز. إحنا القرعة راح نعملها إسا، والجائزة هي 500 شيكل قسيمة شراء من محل صافي غانم تشيرز، والرابح هو ركن هنيو. ركن هنيو 500 شيكل قسيمة شراء مقدمة من تشيرز صافي غانم. نشكر صافي غانم على مشاركته البرنامج، ونقول له كل عام بخير، ومنتأمل انه يشترك في برامج في المستقبل. الحلقة الثالثة اعزائي زوار موقع مرمر راح تكون في مطعم زين في تاريخ 21/10/2012 من الساعة 1 ظهرا لحد الساعة 4 بعد الظهر. تواجدوا في محل مطعم زين، والربحة راح تكون جائزة شهية إن شاء الله للمشتركين والفائزين. إلى اللقاء في الحلقة الثالثة من برنامج هدية في العيد. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة الثانية من برنامج هدية في العيد من تشيرز لصاحبه. يلا، وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة الثانية من برنامج هدية في العيد. وهيك بنكون وصلنا. يلا، وهيك بنكون وصلنا.